فالاقتصاد هو عبارة عن سلسلة. إذا ما فهمتيش السلسلة كيف تكون، ما تمكنكش تبني بيئة اقتصادية، ان ايكوسيستم، بيئة اقتصادية ما يمكنش تبنيها. وباش تبنيها خص يكون عندك التصور ديال اللوجيستيك ديال داك البيئة من الألف إلى الياء، يعني العناصر المسببة والنتائج. وحنا تنقريو ما يسمى بالمضاعف الاقتصادي، الملتيبليكاتور. هذا المضاعف الاقتصادي عنده البعد ديالو من ناحية ديال الاستثمار، إلى درت استثمار أساسي يمكن لي يولد عدة استثمارات. عنده البعد ديالو في التكوين، إلى كونتي إنسان يمكن التأثير ديال التكوين ديالو يكون على تشغيل عدد أكبر ديال الناس. هذا البعد المضاعف مفقود. فترة سابقة كان سألني واحد مسؤول كبير في المغرب وقال لي أفلان قل لي شي ضريبة، أعطيني شي فكرة على شي ضريبة نزيدوها. قلت له في الحقيقة هذا السؤال أنا ما متفقش معه، أنا نعطيك فكرة منين تجيبوا الفلوس، ما نعطيكش فكرة ضريبة. قال لي منين؟ قلت له من السيارات العمومية والليسانس العمومي. هذه اللي تنعود لك، هذه يمكن 30 عام باش وقعت. قلت له من السيارات العمومية. قال لي داك الساعات هذه 30 عام ولا أكثر من 30 عام. قال لي لا، هذا القطاع يلاه تيكلفنا واحد 30 مليار. داك الساعات 30 مليار هي يمكن تحسبها 300 مليار ديال اليوم. قلت له 30 مليار مباشرة والمضاعف ديالها داك 30 مليار كانت استثمرت غادي تدخل 90 مليار. ولكن بما أنه ضاعت في الاستهلاك ديال الموظفين الكبار فداك 30 مليار خسرتك 60 مليار إضافية، لأن المضاعف الاستثماري يعتبر ثلاثة، يعني ثلاثة الأضعاف إذا كان استثمار ناجح. فقلت له هذا هو، ها احنا من بعد 30 أو 40 سنة عاد أول مرة تتكلموا على أنه السيارات العمومية، على أنه الليسانس العمومي، على أنه يقتصدوا منه. واش حتى يوصل السكين العظم عاد تاخذوا هذه التدابير؟ هل من الحكمة أنه كل تدبير اقتصادي يؤخذ 15 عام من قبل، 20 عام من قبل، وانتم عاد دابا بديتوا تتكلموا على ليتا سوسيال؟ وي وي وي، أكاد أقول أنه من غرائب الزمان أنه الناس اللي تتكلموا على ليتا سوسيال كانوا دائما تعيشوا ليتا كابيتاليست، ليتا رونتي. دابا تيتكلموا على ليتا سوسيال. سبحان مبدل الاحوال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.